أرق وأجمل تحية رياضية لكل مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. واصل المنتخب الإيراني صدارته لفرق المجموعة الأسيوية الأولى بعد فوزه على الإمارات بهدف دون مقابل في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم. هدف المنتخب الإيراني سجله مهدي طارمي بالدقيقة 70، ولم تنجح محاولات الإماراتيين لتعديل النتيجة. بالمقابل أهدر سردار أزمون ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من المباراة، مفوتا على منتخب بلاده فرصة تعزيز النتيجة لينتهي اللقاء بفوز إيران التي رفعت رصيدها لتسع نقاط في الصدارة. وفي مباراة أخرى تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف واحد لترفع كوريا الجنوبية رصيدها لسبع نقاط في المركز الثاني، وبنقطة واحدة تذيلت سوريا فرق المجموعة. وفي آخر مواجهة بالمجموعة تعادل المنتخب العراقي مع نظيره اللبناني من دون أهداف. مشاهدينا الأعزاء، لمناقشة محور حلقة الليلة أرحب بالكابتن محمد فهد جندية المحلل الرياضي من القصيم في السعودية. أهلا بك محمد على شاشة قناة اليوم. أهلا وسهلا فيك كابتن عبد الجبار، تحياتي لك والجمهور الكريم. أهلا كابتن. كابتن، قبل أن ندخل في محور وصلب حلقة الليلة، كنت شاهدا اليوم على خسارة منتخب سوريا الأولمبي في ميدان ملعب عندما تعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدفين. كيف خسر المنتخب السوري المواجهة الثانية تواليا في مسابقة غرب آسيا؟ للأمانة كابتن عبد الجبار، أشد المتشائمين ما كان بيتوقع نهائيا أن منتخبنا السوري يخسر بنتيجة ثقيلة أمام الأردن. يعني ممكن كنا انه اشد المتشائمين انه ممكن يخسر المنتخب بنتيجه 1-2، لكن نخسر اداء ونتيجه فما حدا بصراحه كان متوقع نخسر بهالنتيجه هي. لكن فينا نقول هي ثمار ما زرعته ايدينا بصراحه، يعني انه نحن اذا بنرجع لارض الواقع ما في داعي انه نكبر الاحلام ان كان على المستوى الاولمبي او مستوى الرجال. هذا ما بنيناه، يعني هذا ما بنيناه، وهي عم نحصد الثمار اللي اشتغلنا عليها. لكن محمد، يعني استعدادات المنتخب الأولمبي كانت جيدة وكان هناك تفاؤل في الوسط الرياضي بنتائج هذا المنتخب، والكل كان يتوقع وصولنا إلى أو وصول المنتخب إلى المباراة النهائية. للأمانة أستاذ عبد الجبار، لو نحن بدنا نرجع شوي لورا، منتخبنا الأولمبي تحضر بأربع مباريات فقط، مباراتين مع لبنان ومباراتين مع الأردن. حتى أمام الأردن خسرنا مباراة وتعادلنا المباراة الثانية، واليوم شفنا خسرنا بخماسية. يعني منتخبنا فينا نقول لعب مباراة البحرين هي الوحيدة اللي خلتنا نتفائل ويكون في إنا جرعة خاصة أنه ممكن منتخبنا هذا قادر على أنه يقدم شيء. في بعض الأسماء بالمنتخب هذا بصراحة يعني عليها القيمة، لازم نشتغل عليها إن كان على القيمة الفنية، ممتازين جدا، لكن بصراحة تامة في عنا مشكلة بخط دفاع كامل حتى بحراسة المرمى. أنا كنت مرافق للبعثة، شفت الأمانة كانت نوعا ما في تحضيرات سيئة لمنتخبنا إن كان على مستوى ملعب تدريبي أو ضيق الوقت، لكن نحن حاليا بمباراة الأردن ما عندنا عذر نهائيا. يعني منتخبنا مريح تقريبا أربعة أيام أكثر من الأردن، الأردن لعبان مباراة قبل يومين، فما في لنا عذر نهائيا بحيث أنه نحن نقول والله أنه منتخبنا أنه ما في معه ضيق وقت أو سوء تحضير أو شيء. في عندنا مشكلة داخل المنتخب، منتخب ما معه مدرب لياقة بدنية. يعني نحن لو بنشوف منتخبنا محضر قبل أربعة أيام عم يحضر ومرتاح وشايف خصومه بشكل مباشر ولعبان مع خصمك وديتين مثل الأردن وتخسر منه 5-2، فبصراحة هذا الشيء ما صار. يعني نعم، على كل خسارة قاسية، وخرج المنتخب كالعادة من المولد بلا حمص. نعود إلى منافسات كأس العالم لقارة آسيا المجموعة الأولى، أيضا خسارة لمنتخب سوريا أمام نظيره الكوري الجنوبي. في طبعا منتخبنا أو منتخب سوريا تعادل في الدقيقة 84 عن طريق عمر خريبين، لكنه تعرض للخسارة. كيف خسر منتخب سوريا؟
فينا نقول انه نحن منتخبنا متعودين على هالشيء هذا، متعودين على هز النفسيه اللي عند لاعبينا، ما في ثقه بالنفس عند لاعبنا انه ممكن يمشي الوقت او ممكن يتدارك الامور بارض الملعب. كان في اخطاء بالتشكيله، في اخطاء طبعا نحن كلنا بنعرف القصه اللي صارت مع اياز ومع محمد عثمان، ما قدروا يلتحقوا بالبعثه تبع المنتخب لاسباب كلنا بنعرفها، باخطاء اداريه من الاتحاد السوري اثرت نوعا ما على رسم التكتيك للملعب. وبنفس الوقت لو بنلاحظ انه منتخبنا كليا نعم ما كان جاهز للمباراه وما كان حاضر. نعم محمد، سنتحدث عن الاخطاء الاداريه. الان انضم الينا من مدينه كيل الالمانيه الكابتن عبد العزيز مخصوم، مدرب نادي ازادي كيل. اهلا بك كابتن عبد العزيز على شاشه قناه اليوم مباشرة. كابتن عبد العزيز، كما سألت محمد، كيف فازت كوريا الجنوبية في الدقائق القاتلة من المباراة؟ أولا يسعد مساك أستاذ عبد الجبار ويسعد مساء الضيف الغالي. يعني الفريق الكوري لو نعيد إلى شريط المباراة كانت في حصة تدريبية. المنتخب السوري حقيقة لا تطور اطلاقا على مستوى المنتخب منذ عشرات السنين. فريق يعني ما في جمله تكتيكيه، ما في تشكيله ثابته، تغيير المدربين اكثر من 3 مدربين خلال الفتره الماضيه. يعني الفريق الكوري كان جاهز من كل نواحي بعكس الفريق السوري اللي لعب بلعب فقط اندفاع وحماس، والاندفاع وحماس بحياته ما جابت نتائج. استاذ عبد الجبار، مشكله الكره السوريه مشكله معقده وعويصه، يعني امكانيات، يعني احتمال تقول هذا هو الامكانيات، يعني اكثر من هيك ما حد يقدر يعمل شيء. تغير مدربين، تغير الاتحاد، البنيه التحتيه للانديه السوريه وللمنتخبات هشه. لو تعود الى شريط المباراه المنتخب الكوري كان يقدر يجيب اكثر من جول وجولين وثلاثه، يعني اجالها فرص مباشره للتسجيل. المنتخب السوري ما شكل اي خطوره على الملعب بشكل عام. اغلب اللاعبين كان مستواهم اقل من عادي، الا اللاعب عبد الرحمن ويس كان مستواه ملفت للنظر. بقيه اللاعبين يعني لا حول ولا قوه حقيقه. فريق الكوري كان اميز ويستحق الفوز، فريقنا كان اقل من عادي. كابتن، رغم أنه استحق الفوز، كلنا نعرف الإمكانيات الكورية الجنوبية، لاعبين محترفين على مستوى عالي وخاصة سون المحترف في توتنهام الإنجليزي، لكن أن نتعادل في الدقيقة قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي ثم نخسر المباراة خسارة قاتلة، ألم يكن بإمكان المنتخب الصمود في هذه ال5 دقائق الأخيرة؟ القضية صعب جوار، مو قضية صمود خمسة، يعني حتى لو كان تعادل الفريق ما قدم شيء. يعني تقدر الله تقول ليش ما، يعني فريق الكوري كان كل دقيقة يقدر يجيب جول، يعني ما في، يعني بصراحة أقول لك صعب جبار لو تعيد لشريط المباراة يعني ما في أي لمحة فنية، ما في أي تكتيك بالمنتخب، يعني منتخب أقل من عادي. بالعكس فريق الكوري كان فريق منظم، كان ينقل الطابة بشكل صح، يصل بأقل وقت يصل لمرمى الفريقنا. فريقنا كل الطابات كانت بده يمسكها الدفاع يلعبها طويل للمهاجمين، أو الحارس يمسكها يلعبها طويل، يعني يا تصيب يا تخيب. يعني موضوع الصمود يعني كان حتى لو كان يتعادل كان بده تكون ضربة حظ. يعني الموضوع مو موضوع أنه تجيب تعادل من كوريا أو تجيب نقطة بشكل عام. يعني المنتخب لو ما كان بهالمجموعة الضعيفة، مجموعة الغوام، ما كان يعني حتى احتمال ما كان يتأهل. يعني بصراحة أقول لك المنتخب لا تحسن إطلاقا. موضوع كما هلا فضلت عدة جوانب فنية إدارية تنظيمية، في عدة منشآت، يعني الموضوع بحاجة إلى حلول جذرية. صعب جوا، إذا تريد الأفضل بدك حلول جذرية، وصعب نعم. الوقت الحالي أنه نطلب شيء يعني من هالمنتخب وحتى مستقبلنا كمان. نعم محمد، يعني شو قصة الأخطاء الإدارية التي منعت التحاق العثمانين محمد عثمان وإياز عثمان بصفوف المنتخب وهو بأمس الحاجة لجهود هذين اللاعبين؟
سؤال بصراحة أستاذ عبد الجبار، كلياتنا تساءلنا إنه شو هو الخطأ هذا اللي صار بهيك مرحلة مهمة جدا، مرحلة تأهل لكأس العالم، مباراة مهمة، مباراة مفصلية مع تقريبا الخصم المباشر للبطاقة الثانية، تقريبا كوريا الجنوبية. مين اللي ورا هالشيء هذا؟ هل هو كان خطأ مقصود متعمد، ولا خطأ فينا نقول بنسميه بسذاجة يعني، ولا شو الترتيب بالضبط؟ كلياتنا بنعرف اللي صار أثر بشكل كبير على شكل المنتخب، إن كان على المستوى الفني أو المستوى النفسي حتى. حتى لو نلاحظ نحن الكابتن نزار محروس يعني معالم وجهه مستاء بشكل كبير من الشيء اللي صار. للأسف الشديد نحن إذا بنرجع بالتاريخ شوي لورا، دائما أي اتحاد بيجي على منتخبنا بيمسك عفوا الرياضة بشكل كامل عندنا بالبلد، بنلاقي في عنده بيعاني من نفس المشاكل، من نفس الأخطاء الإدارية. إن كان مثلا لو بنرجع على تصفيات كأس العالم 2010 كمان نفس العملية، شفنا خطأ جورج مراد، حاليا عم نشوف خطأ العثمانيين، كلفنا نقاط المباراة. أنا كل ثقة وعلى ثقة تامة إنه لو كانوا العثمانيين موجودين بالمباراة لكان الوضع مختلف تماما. لاعبين على مستوى عالي قادرين إنه يعملوا لك نقلة نوعية من الفريق، ينقلوا لك الهجمة من حالة الدفاع لحالة الهجوم بشكل مميز. للامانه انا بحمل كل المسؤوليه للاتحاد السوري، اداريين ومسؤولين، يعني خطا لا يغتفر. نعم، يعني في الكواليس محمد، هل سمعت شيء؟ هل يتحمل مسؤوليه هذا الخطا الاداري الفادح والمعيب فعلا، عدم التحاق لاعبين بسبب جوازات السفر مع منتخب بلادهم؟ يعني خطا فظيع فعلا. هو للاسف الشديد نحن ما عندنا حدا يعني يطلع ويقول انا اللي اخطات، بقدم استقالتي على الورق، انا حط خلص احط استقالتي واقدمها واحمل حالي وامشي، يعني بحق الغلط اللي اخطاته، بحق الشعب، بحق المنتخب اللي عم يستنوا فرحه، عم يستنوا شيء. ما في للاسف الشديد في غموض حول الموضوع، يعني كلياتنا شفنا تصريحات العميد حاتم الغايب قبل يومين مع الاستاذ لطفي الاسطواني، وكانوا عم يتصرحوا بالموضوع هذا انه في مؤتمر صحفي رح يصير بعد مباراه لبنان لحتى يوضحوا كل الاوراق اللي عم تصير على الطاوله وكل شيء عم يصير بالخفي. فللاسف الشديد نحن على يعني على درايه تامه بالموضوع اللي عم يصير، انه الاخطاء بشكل كامل من الاتحاد. كلياتنا تفائلنا بانه اللي مسكوا الرياضه حاليا، ان كان مدير المنتخب عبد القادر كردغلي، ناس خبره بالرياضه، فهمانين الرياضه، او الكابتن رضوان الشيخ حسن، او الاستاذ حاتم الغايب، العميد حاتم الغايب، انه تفائلنا انه يكون في شيء ايجابي، في ناس خبيره بكره القدم ممكن تساوي لنا شيء، تنقلنا نقله نوعيه بالفئات العمريه، ان كان من الناشئين ولا الشباب الاولمبي ولا الرجال. لكن للاسف الشديد وانا بنفس الاخطاء وعم يتعلموا فينا، ان كان الاتحاد هذا او الاتحاد السابق او الاتحاد اللي حيجي القادم، ما بعرف شو القصه بصراحه. نعم، كابتن عبد العزيز، تحدثت عن المعالجات، لكن المنتخب السوري بحاجه الى علاج اسعافي لانقاذ ما يمكن انقاذه في التصفيات الحاسمه. هل لمست انت كمدرب اي تطور فني على اداء المنتخب بعد رحيل التونسي نبيل معلول؟ استاذ عبد الجبار، يعني الموضوع يعني لو نعمق بالموضوع الفني ولو نعمق المشكله، يعني الكابتن نبيل معلول اسم، يعني الكابتن حتى اشتانجي كان المدرب، بس المشكله نحن كل فتره بدنا نغير، يعني ما في عندنا استقرار تدريبي، استقرار ما في عندك استقرار تدريبي ما يولد منتخب قوي. يعني منتخبات على مستوى المانيا صار لها مثل ما يقولوا من وقت ما صارت لهلا ما غير 10 لاعبين، نحن كل 10 ثلاث مباريات نغير مدرب، هذا الموضوع لازم ننهي منها. الموضوع الثاني، ما عندنا تشكيله ثابته، هلا نحن كلياتنا نقدر نقعد ونحط تشكيله المانيا، البرتغال، ايطاليا، اتوقع انه حدا يقدر يتبع تشكيله منتخب سوريا، يعني كل فتره بدنا نجيب 5 6 ونزجهم، كانه حقل تجارب. يعني شفنا لاعبين لاول مره يلعبوا، ما لعبوا بالتصفيات الاوليه وما لعبوا مباراه، يجوا المباراه الثالثه يلعبوا، يعني ما في استقرار بالتشكيله، ما في انسجام، يعني ما لامس شيء بصراحه، بالعكس شفت تراجع وما شفت تطور بالمنتخب. ويبدو انه اغلب الموضوعات تصفيه حسابات، تكتلات، يعني خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون شفافين، يعني من 30 سنه نتابع حل المنتخب، ما في شيء. منتخب لبنان تطورت، منتخب عمان تطورت، كل المنتخبات تطورت، ما شفنا تطور بالمنتخب السوري اطلاقا. يعني ما نضحك على حالنا نقول صارت وعملت وشو اسمه، نادوا بالمحترفين، مين جابوا غير عبد الحماويس؟ شو قصه المحترفين؟ اذا ما تجيب لاعب محترف يلعب، يعني لاعب محترف ما تجيبه يلعب، يعني اي ما بده يلعب معك، حتى لاعب المحترف لما يجي يلعب
مليون اشكال يصير براسه. مره ثانيه ما راح يجي، يعني اياز ومحمد والثاني والثالث، يعني صار عدم مصداقيه. يعني انت اذا ما تجيب محترفين واللي عندك اللي يلعبوا بالشو اسمه ما يقدروا، يعني اغلبهم وين احترافهم؟ يعني خلينا نكون واقعيين، اذا بدك تقارن حالك بقطر وبسعوديه وبكوريا ويابان واستراليا، بدك يكون عندك محترفين، بدك يكون عندك منتخب كامل من كل نواحي. ما عندنا يا اخي، عندنا موضوع كله موضوع اشخاص وشخصيات رياضيه وصراعات بيناتهم اكثر ما هي موضوع رياضي. يعني بصراحه نقول يعني خلي الكل يحكي، يعني خلي الكل يحكي شيء اللي يشوف. حتى اغلب الجماهير الرياضيين بين حالهم يحكوا، في عالم بالعلن يحكوا في بالكومنتات حكي. انه ما عندنا شيء، خلينا نكون واقعيين، ما في اي تطور فني على مستوى الفريق. يعني تعادلنا مع إمارات بلعبة كانت إمارات بأسوأ أحواله، خسرنا مع كوريا، خسرنا مع إيران، يعني شو ما في شيء، يعني ما في أي تطور. لا على حتى الفترة اللي قبلها كمان كانت نفس الديباجة أستاذ عبد الجبار. نعم كابتن محمد، طبعا الثلاثاء المقبل الجولة الرابعة سوريا ستلاقي لبنان طبعا في العاصمة الأردنية عمان، كيف تقرأ المواجهة؟ طبعا لبنان أيضا كما تعادلنا مع الإمارات، لبنان تعادلت مع الإمارات وتعادلت مع العراق وخسرت أيضا مع كوريا الجنوبية. للأمانة مباراتنا كابتن عبد الجبار صعبة جدا أمام لبنان. لبنان مو مثل ما كلياتنا متخيلينه، أنه لبنان القديم، لبنان الماضي اللي قادران سوريا أنه تنتصر عليه. أنا بتوقع الأماني شيء والتوقع شيء، الأمنيات كلها بتطمح يعني بتلحق المنتخب أنه هو إن شاء الله بإذن الله رح ينتصر ويكون أداء ونتيجة. لكن إذا بدنا نرجع لأرض الواقع، منتخبنا بصراحة أنا بتوقع أنه يعني احسن الاحوال ممكن يتعادل بعد الاداء اللي شفناه وبعد الاداء اللي شفناه من لبنان. يعني لبنان على المستوى الدفاعي، مستوى التكتيك، بيلعبوا بتكتيك عالي جدا، قادرين يقفلوا مناطقهم الدفاعيه وينتقلوا من بحاله مرتده بشكل مميز جدا. تعادلوا مع الامارات في ارض الامارات، تعادلوا مع العراق بارض العراق، في ارض العراق تقريبا. فحاليا انه انت تلعب مع لبنان بعد ما جاب نقطتين من خارج ارضه، فهي انا برايي انه مباراه حتكون صعبه جدا. على نزار محروس انه يقرا مجريات اللقاء قبل ما يبدا بتشكيل. بتمنى من نزار محروس انه يبدا بتشكيل هجومي، يبدا بتشكيل بصناعه لعب، ما نعتمد دائما على لاعبين ارتكاز. يعني في اخطاء ارتكبها الكابتن نزار محروس بسبب عدم وجود الامكانيات عنده ممكن، او على حسب مستوى الفني للاعبين، بدا بلاعبين ارتكاز وحمل تحويل بالتشكيله ما له داعي. يعني اخرج ثائر كروما من قلب الدفاع، وشفنا كلياتنا انه عم يقدم ثنائيه جميله جدا، ثائر كروما وسعد احمد على مستوى عالي، فأخرجوا من قلب الدفاع إلى وسط الملعب ومع إسراء حموية. فشفنا كانت مباراتنا مع كوريا الجنوبية هي عبارة عن مفصلين، خط هجوم وخط دفاع، ما في خط وسط نهائيا. هو خط الوسط هو أساس اللعب كامل. فإذا بدك تربح على لبنان مفروض تكثف من خط الوسط صناع اللعب، تكون تشكيلتك متوازنة بين الوسط وبين الهجوم. دفاعيا نحن أنا برأيي دفاعيا إذا أشركنا ثائر كروما وسعد أحمد ولعبنا بتوازن ولعبنا بضغط عالي على لبنان، إن شاء الله قادرين على الفوز عليهم والانتصار عليهم. لكن كمباراة وكصعوبة مباراة، فأنا بصراحة بتوقعها أنه تكون صعبة، مثل أشبه بمباراة فلسطين وسوريا بكأس آسيا 2019. أنا بتوقع المباراة أنه تتجه للمنحنهات، تكتل دفاعي مثل ما سوت فلسطين أمام سوريا وتعادلنا بدور المجموعات، فتوقع أنه تنتهي المباراة بالتعادل. نعم كابتن عبد العزيز، حسب متابعتنا للمنتخب اللبناني، هو لا يملك أسماء رنانة كما المنتخب السوري، لكن يجيد اللعب الجماعي، تطبيق خطة دفاعية، انتقال سلس من الحالة الدفاعية إلى الهجومية. هل يمكن أن يصل السوريون إلى شباك اللبنانيين أم العكس؟ يعني كما تفضل صديق محمد، خط دفاع لبنان قوي، وفريق منتخب اللبناني يلعب بتكتيك جيد. لو تعيد لشريط مبارياته مع كوريا مثلا، عنده استحواذ 30% مقبول امام الكوريين، عنده 63 تمريره صح. بمباراه العراق نفس الشيء، يعني كان قادر انه يفوز على المنتخب العراقي. يعني فريق المنتخب اللبناني في تحسن تام، مباراة صعبة وصعبة جدا، يعني صعبة جدا. وأنا أتوقع أي مغامرة هجومية يكون يكلف على المنتخب السوري أكثر. لازم يكون حذر حذر،
حذر شديد في خط الدفاع وحطه في الهجوم والوسط، لازم يكون في حذر شديد بكل الخطوط، الا اي مغامره راح ينعكس على المنتخب السوري، لانه المنتخب السوري يلعب باندفاع عكس المنتخب اللبناني اللي شفته بمباراه العراق، يلعب لعب سلس ولعب منظم وفي تفاهم بين اللاعبين. موضوع المحترفين حتى نحن كمان معنا اجى هلا اياز ومحمد عثمان وعبد الرحمن، يعني بس هن كمان اغلبهم يلعبوا مع فريق العهد، نادي العهد، يعني المباراه بدها تكون صعبه جدا، واي نتيجه اي نتيجه تعادل او خساره ينهي على امال المنتخب السوري، والمباراه على الاقرب تتجه تعادل، يعني كمان وافق الاخ انه التعادل اقرب لهالمباراه. نعم كابتن محمد، طبعا إيران صاحبة العلامة الكاملة حتى الآن بتسع نقاط من ثلاث مباريات، ستواجه كوريا الجنوبية في قمة مباريات المجموعة الأولى، هي مباراة قد تحسم بشكل أو آخر البطل المجموعة المتأهل مباشرة إلى مونديال قطر 2022. للأمانة أنا بتوقع، إذا بتسألني على توقعي لنتيجة المباراة، أنا بتوقع إيران، لأنه إيران بيطابق بين منتخبات المجموعة، وكوريا وباقي المنتخبات بيطابق آخر، أو فينا نقول كوريا بالطابق الثاني وباقي المنتخبات بيطابق آخر. أنا بتوقع أنه انتصار إيران على كوريا الجنوبية وتصدرها للمجموعة، لأنه إيران حاليا لعبانة مباراتين خارج أرضها ومباراة في أرضها وحاصلة على العلامة الكاملة للمجموعة كاملة. فأنا بتوقع انتصار إيران على كوريا الجنوبية، لأنه مثل ما شفنا كوريا الجنوبية للأمانة لو منتخبنا كان أقوى شوي، أو في عنده لو موجودين العثمانيين، لو في الخطة التكتيكية، في شغل على المنتخب على مستوى عالي، مثلا منتخبنا مثلا ما ضيع سنة ونص مع نادين معلول، وحاليا مع نزار محروس جاي مستلمه قبل شهرين، لكان منتخبنا قدم صورة أحلى من اللي شفناها بالثلاث مباريات اللي راحت أمام كوريا وإيران والإمارات. فأنا بتوقع بصراحة فوز إيران على كوريا الجنوبية بأريحية. عم محمد، لكن تابعنا أداء المنتخب الإيراني أمام منتخب سوريا، فاز بالشق الأنفس بهدف، وأيضا فاز بالشق الأنفس على الإمارات، يعني حتى المنتخب الإيراني لا يقدم هذا المستوى المعروف عنه. صحيح كابتن عبد الجبار، نحن لازم نكون على بينه تامه ان المنتخب الايراني كان عم يعيش حاله غيابات مع من اهم اللاعبين اللي بيمتلكهم منتخب الايران، فكان عم يعيش من غيابات كثيره قدام امام منتخبنا السوري. فاذا بنرجع شوي لورا، منتخب ايران قادر على يعني الخروج من المباراه بنتيجه بثلاث نقاط من اي مباراه، قادر عليها انه خلص انا وقت بدي العب المباراه هي انا قادر اني افوزها لو لعبت بتكتيك عالي شوي شوي. بيعاني امام المنتخبات العربيه نوعا ما، لانه بتلعب بتكتل دفاعي، يعني سوريا، الامارات، العراق، لبنان، بتلعب بتكتل دفاعي مبالغ فيه، لهيك بنشوف انه ممكن يعاني لحد ما يسجل الهدف، بينما كوريا رح تلعب لعب مفتوح ورح تجاري بارض الملعب، فانا بتوقع انتصار ايران. نعم كابتن عبد العزيز، أيضا في آخر مباريات الجولة الرابعة، المنتخب العراقي سيلاقي في الدوحة القطرية منتخب الإمارات في مباراة سيسعى من خلالها الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز أمالهم بالصعود إلى كأس العالم. استاذ عبد الجبار، يعني المجموعه المنتخبات سوريا وكوريا وايران حقيقه مجموعه ضعيفه، يعني فنيا ضعيف، يعني إمارات عراق ما قدم شيء، المنتخب الإماراتي، المنتخب السوري، المنتخب اللبناني، مو بعكس المجموعة الثانية اللي فيها يابان وعمان والسعودية وأستراليا والصراع على أوجه، يعني ثلاث فرق بدأت تتأهل من المجموعة الثانية، حتى لو الفريق الثالث كمان أقدر أحسن عنه بدأت تكون من المجموعة الثانية اللي بدأت تتأهل للملحق. موضوع المنتخب العراقي، منتخب كمان شفت مباريات أقل من العادي، إمارات ما قدم شيء، يعني مباراة يعني بدها تكون مباراة كمان نفس مباراة لبنان وسوريا، يعني كمان بدها تروح تعادل، يعني على أغلب التعادل ما يخدم أي من المنتخبين. المنتخب العراقي نوعا ما أميز، لكن ما قدموا شيء، يعني المنتخبات الأربعة مو جاهزة، لبنان أجهز من المنتخبات هذه برأيي. الفريق الكوري كما تفضلت أميز وأفضل
واتوقع يكسب ايران. ايران يعني اذا تعيد للتاريخ المنتخب الكوري بالتصفيات كاس العالم ووصل للربع النهائي، الكور بالمباريات القويه يكشف اوراق اكثر، واتوقع يعني المنتخب الكوري يتصدر المجموعه. نعم. حسب نظرتي بصراحة أدركنا الوقت، وصلنا لنهاية حلقة الليلة. في الختام أشكر الكابتن عبد العزيز مقصو مدرب نادي أزادي كيل، كان معي مباشرة من ألمانيا، كما أشكر محمد فهد المحلل الرياضي كان معي أيضا من القصيم بالسعودية، ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.